بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم أنا محدثكم الدكتور سفيان عباس في حلقة جديدة من برنامج القانون والمجتمع. أعزائي كالعادة استقبل آراءكم، مداخلاتكم، مشاركاتكم واستفساراتكم على الإيميل اللي يظهر أسفل الشاشة تباعا. أعزائي رحبوا معي في بضيفي بالاستوديو الدكتور محمد إشاب، أستاذ القانون الدستوري. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. يا مرحبا إن شاء الله. أعزائي، أكد الرئيس مسعود بارزاني الثوابت الكردستانية الدستورية من أجل الدخول في الكتلة الأكبر، ألا وهي التوازن، الشراكة والتوافق. هذه الثوابت تحفظ الأهداف وتحقق الأهداف القومية لشعب كردستان. أعزائي، قبل أن أتناول هذه المواضيع الدستورية المحورية، أبدي أن أقرأ نص المادة 9 من الدستور قراءة نصية. تقول المادة 9 فقرة أولا أليف: تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء. هذه فقرة بالمادة 9 يتحدث عن القوات المسلحة: ولا تكون أداة لقمع الشعب. الفقرة باء من نفس المادة تتحدث عن: يحظر تكوين الميليشيات العسكرية خارج القوات المسلحة. أعود إلى ضيفي الدكتور محمد إشاب. أهلا دكتور. أهلا بك دكتور. أول شيء اسمح لي أشكركم على دعوتي للبرنامج. أهلا وسهلا. إن شاء الله كون توضيحاتي مناسبة لكم وللسادة المشاهدين. نعم. ثانيا أريد أهني نفسي وأهني شعب كردستان بمناسبة مرور سنة كاملة على إجراء الاستفتاء الدستوري. جيد. في 25/9 اللي كان تعبير عن رأي الشعب الكردي بحقه في الاستقلال، وهو استفتاء دستوري تماما. نعم. لا غبار عليه. نعم، شكرا جزيلا. دكتور، عفوا، الرئيس مسعود بارزاني تحدث عن الثوابت الكردستانية اللي هي توازن، شراكة والتوافق من أجل الدخول في الكتلة الأكبر. ماذا يعني التوازن على وفق الدستور العراقي؟ دكتورنا العزيز، الدول الفيدرالية مبنية على مجموعة من الأسس. نعم. من أحد الأسس بناء الدولة الفيدرالية هي التوازن. نعم. لأن عادة الفيدراليات أو الأقاليم كما يسمى داخل الدولة الفيدرالية، نعم، في الأصل تتنازل عن جزء من حقوقها في أن تكون دولة كاملة ذات سيادة كاملة، في مقابل أن يكون لها دور حقيقي داخل الدولة الاتحادية. نعم. يعني حتى يكون له دور في المؤسسات المختلفة، يكون له دور في القرارات، يكون له دور المختلف صناعة القرارات بشكل عام. بالضبط. التوازن بالدقيق هو اللي ذكره الدستور العراقي في أكثر من مادة، يعني. نعم. ليس فقط المادة 9، المادة 9 خاصة بالجيش العراقي. نعم. والمفروض أن يكون فيها التوازن، والجيش ما يتبعه من مؤسسات، مثلا المؤسسات الأمنية أيضا، مو بس الجيش. نعم. الشرطة، الأمن الوطني، المخابرات، الاستخبارات إلى آخره. المفروض. نعم. فيها كلها توازن. نعم. بالنسبة الشعب الإقليم كردستان وحتى المحافظات. نعم. لا يعني مواد الأخرى، عندنا مواد أخرى بالإضافة للمادة 9 مثل 14/16/105، هي مواد أيضا تأكد على نفس المبدأ، مبدأ التوازن. نعم. وتشجع على تأسيس مؤسسات خاصة داخل العراق
يكون عملها الأساسي هي تنظيم هذا التوازن. نعم. مؤسسة خاصة بتوزيع الوظائف القيادية في داخل العراق، مؤسسة خاصة بتوزيع الأموال وإلى آخره، يعني مؤسسات عديدة. نعم. يعني هي مادة، ما قال الرئيس مسعود البرزاني هو شيء دستوري. نعم. شيء دستوري أكد عليه أكثر من مادة دستورية داخل العراق، إضافة إلى هو طبيعة الدولة الفيدرالية طلب هذا الأمر. نعم. خاصة أن إقليم كردستان قبل 2003 كان إلى نوع من الاستقلال. نعم. كان منطقة ما إلى أي علاقة يعني تربطها ببغداد، كان إلى علاقات بالدول الجوار ويخضع إلى الحماية الدولية وعنده مشكلة. نعم. إجت نازل عن الوضع اللي كان فيه وقلص الوضع لأقليم فيدرالي داخل العراق. نعم. المفروض في مقابل هذا العراق ينطي حقوقه، وهذا ما موجود في معظم الدول الفيدرالية في العالم. عفوا دكتور، يعني لو كان مجلس النواب أو يعني النخب الحاكمة شرعوا قانون في المادة 65، لو كان مجلس الاتحاد موجود، كل هذه موضوع التوازن والشراكة والتوافق تدخل ضمن اختصاصيات أو اختصاصات مجلس الاتحاد، هل تتوافق مع هذا المبدأ؟ دكتورنا العزيز، أنا كان اختصاص دراستي بالماجستير على المجلس الاتحاد بالضبط. نعم جيد. مادة 65 يعني بين لنا كيفية تشكيل مجلس آخر بالإضافة إلى مجلس النواب اللي هو جزء نصف بالضبط السلطة التشريعية في العراق. يعني حاليا السلطة التشريعية يمشي على رجل واحد بالعراق. نعم. ومن 2005 لحد هسه مجلس يعني اتحاد يشمل كل مكونات الشعب بالضبط ممثلين. والمفروض السلطة التشريعية يقول يتكون من مجلسين. نعم. مجلس النواب اللي هو موجود من 2005 لحد هسه، ومجلس. نعم. الاتحاد اللي عطلوا تشكيله. نعم. لو كان مجلس الاتحاد موجود مثل ما تفضلت حضرتك، لو كان ما كان عندنا أكثرية المشاكل بالعراق. ليش؟ نعم. هذا المجلس يكون بأعضاء من الأقاليم زائدا المحافظات الغير المنتظمة في الإقليم بالضبط. مثلا المشاكل الحالية موجودة في البصرة. نعم. المشاكل الموجودة في المحافظات العراقية الأخرى من عدم الأمان، من عدم. نعم. وجود الكهرباء، من عدم وجود الماء والأمراض المنتشرة وإلى آخره. لو كان لهم نواب حقيقيين يمثلون المناطق هذه المناطق لكان أكيد هذه المشاكل تنعدم. نعم. وخاصة بالنسبة لإقليم كردستان هذا حق، يعني هذا حق من حقوقه، يعني من المبادئ اللي خالفتها الحكومات العراقية المتعاقبة والبرلمانات العراقية المتعاقبة هي المادة 65. نعم. ما شكلت وأضرت بالعراق كثير. نعم. يعني لو تشكل هذا المجلس لكن بشروط، يعني لأن هذا المجلس شوية من مذكور بالدستور العراقي بشكل غير دقيق. مقتضب. نعم. مثلا يقول يشكل مجلس النواب بأغلبية الثلثين بقانون يصدر بأغلبية الثلثين في داخل مجلس النواب. نعم. إذا إحنا نريد نشكل مجلس حقيقي المفروض إلى مجموعة من الشروط مثل ما قلت لحضرتك، يعني هاي يحتاج تفصيل إذا قدر الله سبحانه وتعالى وصار عندنا برنامج آخر راح أشرح لك بالتفصيل. نعم. شنو هو الثوابت اللي يشكل به هذا المجلس حتى يفيد العراق ويفيد إقليم كردستان ويفيد المحافظات. عفوا دكتور، هو مجلس اتحاد سلطة تشريعية. نعم. عليا، يعني أعلى من مجلس النواب، يستطيع. هو طبعا المادة 65 حتى خلت عن ماهية اختصاصات مجلس بالضبط. الاتحاد من أين يأخذ الصلاحيات؟ صح. هذا السؤال مطروح. أكو عندنا سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، وسلطة قضائية بعيدة عن موضوع توزيع الصلاحيات، لكن مجلس النواب كيف مجلس الاتحاد يأخذ صلاحيات من مجلس النواب وهو سلطة أعلى؟ فهذه هفوة بالدستور العراقي إن شاء الله، يعني طروحات الرئيس تكون بالاتجاه الصحيح بشأن تشريع هذه المواد من خلال التوازن مع النخب الحاكمة أو الساسة في بغداد. ولكن التجربة الكردستانية كانت مرة ومريرة مع هؤلاء الساسة منذ نفاذ الدستور، تعطيل هذه المواد اللي أكثر من 50 على رأسها واللي هي مفصلية بالعلاقة بين بغداد وأربيل اللي هي 140. الدستور العراقي أعطى حقوق قومية لشعب كردستان، لكن لا يوجد في بغداد مصدر قرار يفي لعهوده. من 2006 أعطوا عشرات التعهدات إلى القيادة الكردستانية ونكلوا. صح. ولهذا الرئيس هذه المرة
طرح هذه الثوابت الثلاث اللي هي توازن الشراكة الحقيقية. عفوا دكتور. أعزائي المشاهدين، فاصل وأعود. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أعود للحوار مع ضيفي الدكتور محمد الشاب أستاذ القانون الدستوري. دكتورنا، كما يعني تحدثنا وتبادلنا أطراف الحديث في شأن التوازن، القيادة الكردستانية تنظر إلى بالريبة إلى الأحزاب السياسية أو الدينية العراقية نتيجة أخفاقاتها في الماضي في تطبيق المواد الدستورية. يعني على سبيل المثال طرحت قبل قليل 65 112 140 اللي هي تعد مفصل محوري في العلاقة بين بغداد وأربيل. طيب، ماذا بشأن الكتلة الأكبر؟ أولا الكتلة الأكبر الآن بعض الأحزاب الدينية اللي ترأس ميليشيات تقول أنه عدد الناخبين وليست الكتلة النيابية عدد النواب، وفاتحوا المحكمة الاتحادية في هذا الشأن. ما هو دور الكرد في المعادلة السياسية والكتلة الأكبر؟ هل ينساقون إلى الخديعة مرة أخرى؟ دكتورنا العزيز، قبل الفاصل أريد أصحح فد شيء صغير. يعني بالنسبة للمجلس الاتحاد اللي هو المذكور واللي هو جزء من السلطة التشريعية، لا اسم المجلس الأعلى موجود كل دول العالم، هذا المجلس يسمى كاسم مجلس أعلى، بس هي لازم يكون بنفس مستوى المجلس الثاني لأن هي جزء من السلطة التشريعية. لا يتشكل المفروض دولة اتحادية لا يتشكل نهائي بدون مجلس الاتحاد اللي هو يمثل الأقل. عفوا دكتور، بس إذا أخدمك بالنقطة واحدة، النظام الأمريكي نواب وشيوخ، فالشيوخ عنده صلاحيات ينقض قرارات وقوانين مجلس النواب، فمجلس الاتحاد أشبه بمجلس شيوخ. بالضبط، هو بالمقابل هم عندهم مجلس النواب هم عنده صلاحيات اللي هو ينقض قرارات مجلس الشيوخ، يعني ما يمشي قانون. احنا ناخذ ما ناخذ عن النظام الامريكي طبعا، ننطي صلاحيه مطلقه الى مجلس النواب الاتحاد كونه يمثل كل مكونات الشعب، خاصة بالنسبة لدولة مثل دولتنا، هي دولة ناشئة، احنا ما نقدر نقارن نفسنا بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم. بالضبط كلام حضرتك صحيح، احنا لازم ننطي صلاحيات بعد اكثر. نعم. ونرتب اكثر، يعني حتى ما يكون مجلس النواب يعني مجلس الاتحاد تحت رحمة مجلس النواب، لازم له ترتيب خاص، واللي قلت لحضرتك يعني يحتاج هذا التفصيل حتى ما نخرج عن موضوع المجلس. لا مضبوط الحديث، يعني صحيح، يعني يحتاج ترتيب، ويعني بحيث ما يصير هو ينتخب يعني 2 على 3 زين، شلون يتفلش يعني شلون نحل المجلس؟ هل بالامكانيه نحل المجلس؟ ايش قد عدد أعضاء المجلس؟ لا باعتباره منتخب، كيف يكون؟ ما مذكور يكون منتخب أو ما منتخب. شلون نجيب الممثلين؟ إيش قد يكون ممثلين الأقاليم؟ إيش قد يكون ممثل المحافظات؟ بالضبط. إلى آخره، بمشاكل هواية، يعني مو مشكلة ولا اثنين، يعني بهواي خلل. بالنسبة لسؤال حضرتك بالنسبة للكتلة الأكبر ودور القيادة الكردية في هذا الموضوع، أريد أوضح فد أمر معين. هي المادة 70 من الدستور العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. نعم. هذا المادة يبين كيفية انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي الأعضاء بالانتخاب الأول. يعني إذا كان عندنا وحاليا عندنا أكثر من مرشح رشحوا نفسهم، المرشح اللي يحصل على 2 على 3 من الأصوات يكون هو رئيس الجمهورية العراقية. نعم. إذا ما حصل أي واحد منهم على هذا الرقم يصير جولة ثانية من الانتخابات، لكن الجولة الثانية يشارك بي بس اللي حاز على أعلى الأصوات واللي أقل منه فقط، يعني 2 بس يشاركون أعلى الأصوات واللي بعده. أي واحد من عندهم يأخذ على النصف زائدا واحد هو صار رئيس جمهورية. المرة الثانية ما نحتاج إلى أغلبية الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. شنو علاقة هذا الموضوع بانتخاب الكتلة الأكبر؟ إن رئيس الجمهورية هو يكلف. نعم. يكلف ممثل الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوم. نعم. يكلفه من انتخاب رئيس الجمهورية خلال 15 يوم لازم يبين اسم معين، أي اسم هو صاحب الكتلة الأكبر. نعم. الكتلة الأكبر شلون تتشكل؟ صارت هذا المشكلة بالانتخابات العراقية السابقة أثناء رئاسة السيد نوري المالكي، وكان المشكلة بين السيد نوري المالكي وسيد أياد العلاوي منهم الكتلة الأكبر. حسمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق بأن الكتلة الأكبر سواء تشكل قبل الانتخابات أو بعده هو الكتلة الأكبر. نعم. يعني وحاليا
لحد هسه ما نقدر نحدد الكتلة الأكبر. ليش؟ لأن أكو حركة النواب من هذا الكتلة لهذا الكتلة، يعني ما نقدر نحدد بالضبط إياه. دور الكرد ما ممكن نهائيا يتغافلون دور الكرد، لأن إحنا بدولة اتحادية، إحنا مو بدولة موحدة، إحنا بدولة اتحادية. الدولة الاتحادية المفروض يشارك به كل الأقاليم، وإحنا عندنا بالعراق إقليم واحد اللي هو إقليم كردستان. إضافة إلى الدولة العراقية مشكلة من قوميتين رئيسيتين إلى وهما العرب والكرد، وهذا مثبت. إضافة إلى القوميات الأخرى طبعا موجودة، هذا الكلام مثبت من سنة 1974 أيام الملا مصطفى البرزاني الله يرحمه، ثبت إن العراق هو به قوميتين رئيسيتين العرب والأكراد. فما ممكن يغفلون دور الكرد، إضافة إلى الرقم اللي حصل عليه الأكراد، يعني فقد الحزب الديمقراطي الكردستاني الوحدة عنده 25 مقعد، إضافة إلى 26 مقعد، إضافة إلى المقاعد الأخرى اللي هو من الكوتا اللي هم لهم ميل للحزب الديمقراطي الكردستاني. الاتحاد الوطني عنده ما يقارب 18 مقعد، وعندنا حركة التغرير والتحالف الإسلامي، التحالف الإسلامي هذول هم عندهم مقاعد. فأكيد دخولهم في أي موقع، دخولهم في أي كتلة يكبر الكتلة، ينطي الكتلة الأكبر، الكتلة الأكبر برقم واحد هم يصير كتلة أكبر. يعني لو مثلا لو على سبيل المثال قلنا كتلة معينة 130 والآخر 131، 131 هي الكتلة الأكبر. نعم صحيح دكتور العفو. يعني القيادة الكردستانية من خلال هذه الثوابت الثلاث اللي هي توازن شراكة والتوافق، هي تراقب السلطة التشريعية الماضية المنحلة والمنتهية، مجلس النواب السابق. مجلس النواب السابق انتهك أحكام الدستور. كيف؟ الآن قرأت نصا المادة التاسعة، فقرة أليف وفقرة باء. فقرة أليف تتحدث عدم استخدام القوات المسلحة لقمع الشعب. صح. هل سمعت قرار من مجلس النواب استضاف وزير الدفاع أو رئيس الوزراء في قمع المظاهرات في الشمال والوسط والجنوب، وآخر شيء موضوع كركوك وطوز ومناطق المتنازع عليها؟ سمعت شيء مجلس النواب؟ ما سواها، هاي واحدة. اثنين، شلون مجلس النواب يشرع قانون يخرق الدستور؟ الفقرة باء، يحظر تكوين الميليشيات خارج القوات المسلحة. صح. تجي تضفي على القانون اسم الحشد وتجيب كل الميليشيات تنتهك الدستور. القيادة الكردستانية تراقب وتروح على المادة الأولى اللي تتحدث عن العراق دولة اتحادية ديمقراطية والدستور ضامن لوحدة العراق. إذا القيادة حكومات متعاقبة في بغداد تنتهك الدستور ولا تحترم مبادئه، فكيف إذن بالقيادة الكردستانية التعامل مع هكذا ساسة ضمن الكتلة الأكبر؟ دكتورنا العزيز، أنا أقول مع الأسف، كلش مع الأسف، يعني على مجلس النواب العراقي بالدورة السابقة. نعم. يعني كانت من الدورات السيئة للبرلمان العراقي، حصل بأكثر من خرق للدستور العراقي. نعم. هواي خروقات للدستور العراقي. نعم. إضافة إلى أن هذا المجلس نهائياً ما حاسب مجلس الوزراء باعتباره كالحكومة، لأن الحكومة يمثل مجلس الوزراء بصورة عامة إضافة إلى رئيس الوزراء، ما حاسب على خروقات الدستورية، وخاصة اللي حصل في 16 أكتوبر. نعم. اللي هجموا استخدموا القوات المسلحة لحسم موضوع كان موضوع سياسي الأصل. نعم. موضوع شعب كردستان قرر إجراء استفتاء، يعني هذا ما محرم بالدستور العراقي. أكو أكثر من 5 مواد ينص على الاستفتاء. نعم. يبين لنا حق إجراء الاستفتاء. عندنا المادة 4، عندنا المادة 126. نعم. عندنا المادة 142، عندنا المادة 144، وعندنا المادة 119. هذول كل المواد يتحدثون عن الدستور، عن الاستفتاء. وأحد المواد مثلا المادة 4 يقول استفتاء اللي يتحدث عنه، يقول الاستفتاء للغة، يعني منطقة معينة يريد يسوي لغة رسمية يجري استفتاء. زين، إذا يصير للغة، لإقرار لغة معينة استفتاء، شلون ما يصير للتعبير عن رأي الشعب كامل؟ إيه؟ هذا أمر دستوري، ما يعني ما أعرف تفسير المحكمة شلون إجت، يعني حرام. يعني الاستفتاء اللي حصل ب 25/9 الدستوري 100%. دكتور عفوا، بالمقابل. نعم. عفوا، بالمقابل الحكومة العراقية
هذا الموضوع السياسي حسمته بالعراك العسكري، يعني جابت القوات المسلحة على منطقة دوز وقتلت المدنيين نعم. وحرقوا البيوت وإلى آخره. نعم. شلون متحاسبون مجلس النواب؟ شلون ما تجيبون رئيس الوزراء؟ بالعكس من هذا، هو ما صدروا قانون ساعدوا به مجلس النواب، حضروا الطيران على اقليم كردستان، حضروا ما اعرف كم موضوع على اقليم كردستان، غلقوا الحدود على اقليم كردستان، بدل ما يحاسب المخطئ يحاسب المظلوم، يعني وهذا خطا كبير. دكتور العفو، المبدا العام انه القوانين اي بمعنى المعاهدات والمواثيق الدوليه لا سطو على الدساتير الوطنيه. إذا أي دستور أي مادة دستورية تعارض مع أحكام القانون الدولي، القانون الدولي هو اللي يسري، مضبوط؟ هذه نعم. مبدأ معروف نعم. بها بالدساتير الوطنية. نعم. موضوع الاستفتاء، الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960 أصدرت قرار، هذا يعتبر من ضمن مصادر القانون الدولي العام، هذا القرار لأنه موثق في الجمعية العامة. صح. حق الشعوب إجراء الاستفتاء لبيان رأيها بحق تقرير المصير. صح. هاي واحدة. إذا نرجع المادة الأولى من العهد الدولي تحدث عن تقرير المصير، وإذا نتحدث عن المادة 55 ميثاق الأمم المتحدة أيضا تتحدث عن حق تقرير المصير. المحكمة الاتحادية العراقية نسفت كل هذه المبادئ والأحكام في القانون الدولي وقالت القانون وقالت الاستفتاء باطل. من أين جاءت؟ بالرغم أن حضرتك تحدثت أكثر من مادة سورية تتحدث على الاستفتاء، فالمحكمة الاتحادية ما أعرف من جابت هذا التفسير. يعني إحنا عندنا واحد من المبادئ اللي خاصة بالتفسير الدستور نعم. يسمونه التفسير الذاتي، يعني تعتمد على الدستور في تفسير الدستور، يعني تشوف أكو المواد الأخرى داخل الدستور يسمح بهذا الموضوع لو ما يسمح نعم. يعني لو هم يعني احتراماتي للأعضاء المحترمين الموجودين بالمحكمة الاتحادية العليا باعوا على المواد الموجودة، يعني استفتاء يصير نجري لإقرار لغة معينة، شو ما يصير تقرير حق المصير. وبالإضافة ما ذكرت حضرتك هاي يعني أثبتتها مواثيق دولية مثل ميثاق الأمم ولها سطوة ما يصير نعم. ولها علوية على وقبلت الحكومة العراقية نعم. مو بس هذا يعني عفوا دكتور صادقت علي عفوا. عزائي المشاهدين فاصل وأعود. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، أعود إلى ضيفي الدكتور محمد إشاب. دكتور تحدثنا عن التوازن، ماذا عن الشراكة والتوافق اللي طرحها الرئيس مسعود بارزاني؟ الشراكة أستاذ دكتورنا العزيز هي أساس آخر من لقيام الدولة الفيدرالية. ذكرت بالبداية أن الدول الفيدرالية تقوم على عدة أسس، من أحد الأسس الأساسية الأخرى هي الشراكة. ما هو اللي قصده السيد رئيس مسعود البرزاني؟ قصد الشراكة الفعلية بالقرار، الشراكة الفعلية بإدارة الدولة حقيقية. بالحقيقية، لا فقط أنا أكون رئيس جمهورية وما أشارك بأي شيء، أكون وزير وما أشارك بأي شيء. عندنا مشكلة بالعراق دكتورنا العزيز، أنه المادة 80 من الدستور العراقي يقول أن هذه الصلاحيات تمارس من مجلس الوزراء، ما يقول من رئيس الوزراء نعم. لكن لو تشوف الواقع العملي، الصلاحيات مجلس الوزراء كلها يمارسها رئيس الوزراء، وهذا نعم. مخالف الدستور وما حاسبت عليه البرلمان مرة ثانية نعم. كلام السيد مسعود البرزاني، السيد الرئيس مسعود البرزاني جاي من نص المادة الأولى من الدستور نعم. من تأكيد نص المادة الأولى من الدستور نعم. اللي يقول العراق دولة اتحادية ديمقراطية برلمانية، ما دام هي دولة اتحادية لابد لها من شراكة فعلية. هذا الموضوع الشراكة لو رجعنا به للمواد المختلفة بالدستور العراقي، مثلا المادة 121 فقرة ثانية نعم. يقول هذا المادة أي قرار يخالف يعني ما ينسجم ويا قوانين إقليم كردستان، كردستان تقدر تغيره نعم. إحنا بالواقع العملي شفنا أشياء أخرى نعم. فرضوا علينا قرارات وما كان لنا أي حق بتغييره. عفوا دكتور، قرار قطع عرضوا على الدستور الموجود في المواد في قانون الأقاليم
وموجود في الدستور من 116 122 صح. يتحدث أنه محق الإقليم يشرع الدستور، عرضوا عليه حتى الدول الخارجية عرضت عن موضوع الدستور. عفوا دكتور، الثوابت الثلاث الدستور اللي طرحها الرئيس مسعود بارزاني هي دستورية مثل ما تفضلت، تستند على المادة الأولى سواء التوازن والشراكة والتوافق. مواد أخرى همين دكتورنا العزيز، عندنا المادة 103 105 106 107 كثير مواد دستورية كلها تحكي عن الشراكة اللي المفروض الحقيقية، مو بس منصب، لا شراكة بالقرار. لكن الواقع العملي مجلس الوزراء كله يدير رئيس الوزراء ولا يشترك به أي وزير بالقرارات الفعلية المهمة يعني. والبرلمان مبدأ الأغلبية والأكثرية، هذا مخالف للشراكة الحقيقية. شكرا دكتور. عفوا دكتور، اعتاد البرنامج أن يقرأ رسالة من المتخصصين والأكاديميين اللي خارج العراق، نتصل بهم لاستيضاح حول الموضوع الحلقة. فإذا اسمح لي أقرأ رسالة الدكتورة سمية يعقوب يوسف، أستاذ القانون الدستوري وخبيرة في شؤون الأحزاب الدينية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، تقول بناء على المداولة مع الدكتور سفيان عباس في شأن الثوابت الدستورية التي طرحها الرئيس مسعود بارزاني، دكتور، إن نوايا الأحزاب الدينية الحاكمة، هذا كلام الدكتورة سمية، تقول أن نوايا الأحزاب الدينية الحاكمة في بغداد بعد نفاذ الدستور العراقي في 1/1/2006 لم تكن صادقة، ولا هي تحترم المبادئ الدستورية التي استفتى عليها الشعب، وبالتالي فهي لا تحترم عهدا أو ميثاقا. فإن تأكيد الرئيس بارزاني على تلك الثوابت كشرط للدخول في الكتلة الأكبر جاءت بالصميم من سياسي محنك، وأتفق معه تمام الاتفاق لغرض تحقيق هذه الثوابت المشروعة، وإلا على الكرد المضي قدما في سبيل تقرير المصير على وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كيف تعلق على رسالة الدكتورة سمية؟ شكري وتقديري للدكتورة سمية، كلامها جدا صحيح، وأني أتفق مع كلام السيد رئيس مسعود البرزاني بطرحه المبادئ الثلاثة والشراكة، التوازن، التوافق، خاصة موضوع اللي أثارته الدكتورة سمية بالنسبة للأحزاب الدينية وتصرفاتها جدا واضحة. يعني من 2006 وبدأ الحكم في العراق بالعهد الجديد من خلال الدستور العراقي، كلها خالفوا بالمواعيد والعهود اللي اتفقوا مع القيادة الكردية. شنو موقف القيادة الكردية؟ يعني مثلا تشكيل الميليشيات، في ظل الميليشيات الموجودة، هل نثق احنا بالحكومة القائمة؟ العراق مع الأسف مليانة ميليشيات. يعني وهي أمر مثل ما أشرت له حضرتك، مخالف المادة 109، مخالف المادة 107 همينة. الميليشيات وفازوا بالانتخابات زين احنا شنو دورنا؟ هل يا ترى احنا راح يهملوننا؟ أهم شيء قام به الشعب الكردستاني وبقيادة السيد الرئيس مسعود البرزاني هو الاستفتاء الدستوري اللي سواه. ليش؟ إذا هم رفضوا تحقيق المبادئ اللي يطرحها الكرد، الشراكة الصادقة، التوازن، التوافق، يستطيع الشعب الكردي أن يبحث عن حل آخر. الحل الآخر شنو هو؟ موجود أيضا بالدستور العراقي. ديباجة الدستور اللي هي يعتبر جزء من الدستور، يقول الالتزام بهذا الدستور يحفظ له اتحاده الحر شعبا وأرضا وسيادة. طيب احنا هم مطالب الكرد كلها دستوريه، لو رجعنا الدقيق ماده قريناها كلها المواد الدستوريه اللي ذكرتها لحضرتك. هم خالفوا الدستور، يعني ما التزموا بالدستور. انتهكوا. احنا العكس، التزام بهذا الدستور، مبدا المخالفه يعني عدم الالتزام بهذا الدستور. يسمح بتقسيم العراق. احنا اذا ما قبلوا المبادئ اللي طرحها السيد مسعود برزاني، يستطيع ان يستند الى الاستفتاء الدستوري ويعلن الدوله الكرديه، لكن بعد تجهيز من الناحيه الدوليه والذهاب الى القوانين الدوليه كما قالت الدكتوره سميه. شكرا جزيلا لك دكتورنا العزيز. اعزائي المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقه هذا اليوم، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.
شكرا دكتور.